هيئه الاذاعه الكنديه بتقول انه ايجيبت امبوزز نيو ريستريكشنز اون كانديان ترافلرز. مصر بلد السياحه والتي تدعي ان السياحه هي واحده، مش تدعي ده بالواقع، السياحه هي واحده من مداخيل الدخل القومي المصري، لسبب محدش عارفه هنقول لكم على اللي بيتقال في يعني في خلف الابواب المغلقه. قررت انها تستثني كندا من الفكره المركزيه اللي احنا عاملينها للعديد من الجنسيات الاجنبيه، خصوصا جنسيات العالم الاول اللي بنسبه 99.9 بيكونوا جايين مصر للسياحه او لحضور مؤتمر او لحضور اجتماعات تتعلق ببزنس او استثمار او ما الى ذلك. باختصار شديد، فجأة وبدون أي مقدمات وعلى حسب معلوماتنا المعلنة يعني أنه مفيش أزمة دبلوماسية أو سياسية ما بين مصر وكندا، على الأقل ده اللي معلن. اللي غير معلن والذي يقال خلف الأبواب المغلقة هو أنه شخصية هامة في جمهورية مصر العربية تقدمت أو ذهب باسبورها للسفارة الكندية في القاهرة علشان متوقع أنه ياخد الفيزا ويفيز أو يأشر، البعض يقول يفيز والبعض يقول يأشر، يعني ياخد التأشيرة يعني، إلى أنه هذه الشخصية الهامة رفضت. حصل هذا الحدث مع السفيرة مشيرة خطاب من السفارة الإنجليزية في القاهرة، لكن السفيرة مشيرة خطاب طلعت وتحدثت للعلن بهذا الأمر. الشخصية المهمة دي اللي محدش، طبعا أسماء كتير بتتقال وتفاصيل كتير بتتحكي، لكن مين بالظبط بيعمل إيه أنتوا عارفين، إحنا في بلد بتقودها الأجهزة السيادية الأمنية، وبالتالي الوصول للمعلومة الموثقة المصدقة مسألة فيها صعوبة كبيرة. لكن صحيت الدنيا واكتشفت إنه السلطات المصرية إدت موعد في بداية أكتوبر بعد تاريخ 1 أكتوبر لا يستطيع أي حامل للباسبور الكندي أنه يدخل مصر إلا لو حصل على فيزا مسبقا من سفارتنا في أوتاوا اللي هي يعني عاصمة كندا أو مونتريال. احنا عندنا في أوتاوا عندنا سفارة وفي مونتريال عندنا قنصلية. طبعا لو لم تكن تعرف كندا فدعني أقول لحضرتك وحضرتك وحضراتكم أنه كندا دي 10 ولايات كاملة مقسمة لثلاث مقاطعات رئيسية، أصغر ولاية فيهم ضعف مساحة مصر. ودعوني أقول لحضراتكم أنه كندا دي على عكس المتوقع والمعروف ما هيش زي أمريكا، هي بلاد أغلى كتير من أمريكا. ورغم أن الليبراليين بيحكموا كندا في فترات زمنية بقالهم دلوقتي داخلين في يعني أكتر من 10 سنوات، إلى أنه واحدة من أسباب نجاحهم الرئيسي هو الضرائب الكتير اللي بتدخل دخل للدولة، فالدولة بذلك بتقدر تخدم على المجتمع خدمات تعليمية وصحية وقانونية بامتياز. وبالتالي المواطن المصري اللي عايز ياخد فيزا وهو قاعد في آخر كندا من مونتريال أو من أوتوا لازم يسافر داخل كندا. السفر بنسبة 99.9 هيبقى مكلف ماديا جدا، بنتكلم على تذاكر تبدأ من 750 إلى 1500 دولار كندي، اللي هو أقل من الدولار الأمريكي، حاجة بسيطة في القيمة مش حاجة كبيرة. طيب انت لما بتطلب ده من المواطن المصري او من المواطن الكندي كأنك بتقول للكنديين لا تأتوا الى مصر، اللي كان عايز يجي يعمل شوية سياحة مش هيجي على مصر، وهيلاقي في المنطقة الكثير من الدول اللي هتفتح له ابوابها كسائح، الاردن، تركيا، المغرب، من الدول المنافسة بقوة في مجال السياحة، وخصوصا لو حد عايز يجي ويتفرج على منطقة الشرق الأوسط والثقافة اللي موجودة في الشرق الأوسط. المتضرر رقم واحد
هو المصريين أو الكنديين من أصول مصرية، والكنديين من أصول مصرية فعلا عندهم مشكلة حقيقية. رقم واحد، هي أصلا تذاكرهم ورحلاتهم غالية، ويجب أن حضراتكم وانتوا قاعدين في بيوتكم في القاهرة أو في عواصم عربية أخرى تبقوا مدركين أنه الحياة في الغرب مختلفة تماما عن طريقة الحياة في المنطقة العربية. بمعنى أنت ما بتصحاش من النوم فجأة كده وتلاقي عندك مثلا زيادة في الراتب، أو جمعية اتعملت، أو الناس دخل عليك بفلوس هدية. لا، بنسبة 99.9 الناس بتحوش تمن الرحلة دي سنة أو سنة ونص، والبعض بيروح ياخد الكريدت كارد من البنك أو الكارت الائتمان من البنك، يطلع بالرحلة ويقعد طول السنة يدفع إقساط هذه الرحلة فقط عشان يجي يزور أهله في القاهرة. البعض كمان ما بيبقوش مصريين، مثلا الجالية الكندية من أصول سودانية بغالبا بيجوا على مصر كرحلة، كجزء من الرحلة الأولانية، علشان يقدروا يروحوا الخرطوم، والنهاردة ما يقدروش يروحوا الخرطوم، وجزء من المجتمع السوداني مثلا موجود في القاهرة، فالناس غالبا هتنزل على القاهرة. فأنت بسفارة لا عندها موقع إلكتروني ولا خدمات قنصلية قوية ولا حد عارف يتواصل معاهم، أنشأت مشكلة كبيرة لعدد كبير من المصريين في الخارج كده، علشان في باشا من الباشوات زعلان انه فيستو اترفضت في السفارة الكندية. وهي مصر شغالة كده يا جماعة، اللي مش عاجبه ما يقدمش للسفارة الكندية، لكن انت ضيعت آلاف الدولارات على الأقل من السياحة الكندية، وبالتأكيد عملت أزمات بآلاف الدولارات لآلاف العائلات المصرية المقيمة في كندا. النهاردة أنت الشخص اللي عايز يجي مصر من كندا، وكأنك قاطعت كندا سياسياً ودبلوماسياً بس في السر من غير ما تقول لحد أن أنا مقاطع كندا يا جماعة.